بيقول لك ايه السؤال رقم 5 AB and CD two chord. حلو ادي اهو AB ومين تاني وCD اهو two chord اتقطعوا at E و E outside of the circle يعني اتقطعوا بره. حلو ادي E AB باربعة ودي سي بسبعة تمام وبي اي بستة ودي باكس. طيب عايز ايه بروف ان اي دي اي اثبت ان اي دي اي اهو سيميلر لدي بي سي او اي بي سي. طب حاسبتهم ازاي باشا ميجر اي كومن انجل موجوده في الاثنين هقول اهو ميجر اي كومن انجل. طيب تاني واحدة ميجر A قد ميجر C واحدة تقول لي ليه اقول لها وانت ما كنتش بتتعلمي ولا ايه تقول لي يعني ايه اقول لها وانت في تالت اعدادي معلش مش انت كنت بتاخدي لو الميجر دي بص على الارك دي والميجر دي بص على الارك دي يبقى لدي ميجر مالهم قد بعض اسمهم ايه اسمهم انسكرايبد ميجر A ايكوال ميجر C. الله خلاص يبقى التالتة كمان قد التالتة يبقى ميجر دي ايكوال ميجر بي. خلاص دول هنكتب عليهم تو انسكرايبد انجل. طيب خلاص يلا اي دي على سي بي دي اي على بي اي 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 على سي اي واحط الحروف واعمل كريس كروس خلصت. السؤال رقم 6 رقم 6 بيقول لك A B C right angle triangle. حلو ادي اهو ادي A وادي B وادي C right angle triangle A D perpendicular على B C. حلو B D ل C D B D على D C 1 to 2 B D على D C 1 to 2 ماشي A D ب 6 root 2 find the length of BD and AB and AC. طب حلو هقول ايه هقول AD بار 2 equal لو انا فرضت الحته دي اكس يبقى دي 2 اكس يبقى هقول ايه هقول اكس في 2 اكس يبقى AD بار 2 اللي هو 6 روت 2 بار 2 equal 2 اكس بار 2 يبقى 36 في 2 يبقى 72 equal 2 اكس بار 2 يبقى اكس بار 2 ب 36 يبقى الاكس لوحدها ب 6 يبقى الاكس لوحدها بكام ب 6. طيب خلاص دي ب 6 يبقى دي 2 في 6 يبقى ب 12. حد يعرف يجيب اي بي روت 6 روت 2 بار 2 باي سيجرس بلس 6 بار 2. حد يعرف يجيب اي سي روت 12 بار 2 بلس 6 روت 2 بار 2. خلصت. السؤال رقم كام رقم كام رقم كام رقم 8 ورقم 9. حل 9 9 ده جه في اداره المنتزة في امتحان الشهر الاول خلي بالك منه عشان مهم جدا جدا جدا. هحل 9 وارجع ل 8 بعد 9 و 8 خلاص هندخل خلاص كده خلصنا خلصنا الايسي يعني هندخل على ايه بقى على الهاي ستاندرد ليفل. طيب اولا هنا بيقول لك ده اي بي سي اوبتيوس ات مين ات ايه. طب انا لو نزلت دي كده هتبقى مين وسميت دي اي هتبقى بي اي قد اي قد اي سي هتبقى بي اي ايكوال مين ايكوال اي سي او هو قايل لك ان اي بي قد اي سي هو قايل ان اي بي ايكوال مين ايكوال اي سي. طيب طيب ودي هتبقى بي اي ايكوال اي سي يعني بي اي ايكوال هاف بي سي. كلام عظيم. طيب بقول لك ايه يا باشمهندس نعم نعم هو عايز يثبت ان 2 اي بي بار 2 2 اي بي بار 2 ايكوال مين ايكوال بي دي بي اي في بي دي في مين في بي سي. طيب بقول لك ايه هو القانون بيقول لك ايه القانون بيقول لك ان ده بار 2 ايكوال الحته دي في الحته دي كلها يعني اي بي باور 2 ايكوال مين ايكوال بي اي من اقليديان في بي سي كلها يبقى اي بي بار 2 ايكوال هشيل البي اي واحط مكانها هاف بي سي بي اي انا اسف في بي دي كلها انا اسف
طيب طب بي ايه عشان لو احط مكانها هاف بي سي مضروبه في بي دي هودي 2 هنا يبقى 2 اي بي بار 2 ايكوال بي دي في بي سي. السؤال اللي بعديه بيقول لك اثبت ان اي دي اي سيميلر لسي دي اف. اي دي اي سيميلر لسي دي اف. اولا الاثنين دول مجموعهم 90. طب تعالى نثبت ان ايه قد مين. انا نثبت ان دي اي دي اي اهو. عايز اثبت ان اي دي اي انا في الترينجل ده عايز اثبت ان هو سيميلر للسي دي اف. طب بقول لك ايه نعم تعالى نشوف كده دي ودي واحد واثنين وثلاثة. هي واحد واثنين مجموعهم كام؟ واحد واثنين مجموعهم 90. واثنين وثلاثة وثلاثة واثنين مجموعهم 90. طب اثنين مشتركة يبقى واحد قد ثلاثة. حلو. ودي 90 ودي كمان 90 يبقى في اثنين ميجر قد بعض اللي هو مين بقى؟ الميجر الاولانية اللي هي اي دي اي والميجر التانية اللي هي مين؟ سي دي اف. طيب خلاص يبقى هقول له اهو طبعا هكتب دي يبقى 1 ايكوال 3 يبقى 04 ميجر اي دي اي ايكوال ميجر سي دي اف. طيب ومين تاني قد مين يا مستر؟ ومين تاني قد مين؟ خلاص هو ميجر اف ايكوال ميجر اي ايكوال 90 ديجري. خلاص يا باشمهندس تعمل. طب هو عايز الاريا. خلاص كده اثبت ان هما سيميلر. بيقول لك هات لي الاريا بتاعت الترينجل ده اثبت ان هي دي بتاعت الريكتانجل. طب فين الاريا بتاعت الريكتانجل؟ الاريا بتاعت الريكتانجل ده. طب بقول لك ايه هو ده بار 2 ايكوال الحته دي في الحته دي. يعني مين؟ يعني دي اي بار 2 ايكوال مين ها؟ ايكوال بي اي في اي اي. طب دي اف بار 2 ايكوال مين؟ ايكوال ده بار 2 ايكوال ده في ده اي اف في اف سي. طب لو ضربت الاثنين في بعض هيبقى دي اي تحت الروت ودي تحت الروت. دي اي في دي اف ايكوال روت بي اي في اي اي في اي اف في اف سي. ده الاثبات يا باشمهندس. خلصنا كده يا باشمهندس الاسئله الايه المقالي. تعالى ناخد سؤالين كده ولا ثلاثه هاي ستاندرد ونقفل الحصه على كده. يلا سؤال الهاي ستاندرد ليفل. شويه اسئله كده هاي ستاندرد ليفل يا باشمهندس عشان تظبط بيهم الدماغ. ها يلا بينا. ها بيقول لك اكس ماينس واي على اكس بلس واي ايكوال 2 على 7. هضرب ده في ده هتبقى 7 اكس ماينس واي ايكوال 2 اكس بلس واي. هدخل دي جوه هدخل دي جوه هجيب الاكسات مع بعض يبقى 5 اكس ايكوال 9 واي يبقى اكس على واي يبقى اكس على واي ايكوال 9 على 5 يبقى واي على اكس ايكوال 5 على 9. طيب حلو يبقى واي على اكس ايكوال 5 على 9. حلو يلا بينا نعمل السيميلر اي دي اي سيميلر لاي بي سي. يلا يبقى اي دي على اي بي ايكوال دي اي على بي سي ايكوال اي اي على اي سي. طب اي دي معرفهاش دي اي بخمسه ودي بتسعه. اي اي معرفهاش على اي سي على اي سي اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن اي اي زائد 8. نعمل كريس كروس يبقى 9 اي اي ايكوال 5 اي اي بلس 40 يبقى حوادي دي هنا يبقى 4 اي اي ايكوال 40 يبقى الاي اي بكام؟ ب 10. السؤال اللي بعديه طبعا هنا مين سيميلر لمين؟ خلاص بي اي سي سيميلر لمين؟ لبي دي اي يبقى بي اي على بي دي ايكوال اي سي على دي اي ايكوال بي سي على بي اي. تمام يلا اي بي بكام؟ 6 ودي ب 6. بي سي معرفش وبي دي اللي هي عباره عن بي سي بلس 5
ايكوال هضرب دي في دي 6 في 6 36 بي سي هضربها في بي سي بي سي باور 2 بي سي هضربها في 5 5 بي سي تعرف تظبط اعرف اظبط يبقى بي سي باور 2 بلس 5 بي سي دي بالبوزيتيف تروح هناك بالنيجاتيف ايكوال 0 خلصت السؤال اللي بعديه حلو قوي السؤال ده بيقول لك اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 16 عايز واي في زد ايكوال كام طب هنا هنثبت ان هما سيميلر مين بقى اي سي دي حط الحروف الاول سيميلر اي قد الاي طب سي قد مين قد البي يبقى اي بي سي طب حلو يبقى اي سي على اي بي سي دي على بي سي اي دي على اي سي طيب AC بX AB Y بلس Z AD Y AC بX هضرب دي هنا هضرب دي هنا X في X X بار 2 Y في Y Y بار 2 Y في Z يبقى Y Z هودي دي هنا يبقى X بار 2 ماينس Y باور 2 إيكوال Y Z طب دي ب 16 يبقى Y Z برضو بكام؟ ب 16 السؤال اللي بعديه وده جه في إدارة المنتزه تاني وسؤال رخم 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 ايه اخر سؤال النهارده بيقول لك ان ايه بي سي خلي بالك من السؤال ده سيميلر لمين بقى لسي دي اي طب ليه عشان ايه قد سي طب ليه عشان دي ودي 90 ودي ودي 90 يبقى دي قد دي خلاص وميجر بي قد ميجر دي عشان رايت انجل يبقى اي بي على سي دي ايكوال بي سي على دي اي ايكوال اي سي على سي اي طب اي بي بكام؟ اي بي ما اعرفش اي سي دي بكام؟ ما اعرفش بي سي بكام؟ بتلاته دي اي بكام؟ بسته اي سي بكام؟ باكس سي بكام بواي طيب خلاص يبقى واي ايكوال طبعا هنا هاف ايكوال اكس على واي هعمل كريس كروس يبقى واي ايكوال واي في واحد بواي ايكوال 2 اكس يبقى شيل الواي وحط مكانها 2 اكس طيب بقول لك ايه مش دي 90 مش ده رايت انجل ترينجل ده بار 2 بلس ده بار 2 ايكوال ده بار 2 يعني اكس بار 2 بلس 2 اكس اول بار 2 ايكوال 5 روت 5 اول بار 2 يبقى اكس بار 2 بلس 4 اكس بار 2 ايكوال 5 روت 5 بار 2 اشوف هتطلع بكام يبقى 5 اكس بار 2 25 تايمز 5 تبقى 125 هودي دي هناك يبقى اكس بار 2 125 على 5 يبقى اكس بار 2 ب 25 يبقى الاكس بكام يا باشمهندس؟ ب 5 تعرف تجيب الواي؟ اكس ب 5 يبقى الواي ب 10 طب الاثنين مجموعهم كام؟ 15 يلا بينا بيقول لك ايه هنا؟ A and negative A are the measure are equivalent angle equivalent angle يبقى A equal negative A plus 360 negative number plus 360 طب حلو حلو فعلا هو بيقول لك ان هما equivalent طيب لو وديت دي هنا تروح بالايه تروح بالبوزيتيف يبقى 2 A equal 360 عشان هتبقى A plus A بلاش غباء بقى اهو هتبقى A plus A يعني 2 A equal 360 يعني ال A 360 على 2 تطلع بكام 180 طيب يبقى ليه انا كتبت الرول ده عشان احنا بنعمل النيجاتيف ميجر بلس 360 ده عشان اطلع البوزيتيف ميجر دي اوديها هناك يبقى 2 A equal 360 يبقى ال A الواحدة 360 على كام؟ على 2 السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه رقم كام؟ رقم 2 بيقول لك ايه في رقم 2 if 3x minus 5 is the smallest positive و 3y minus 5 is greatest negative السؤال ده جه في المنتزه السنه اللي فاتت يعني يجي في المنتزه عشان حد ما يعني يجي في المنتزه يا ابني في اداره المنتزه مش في المنتزه جه في اداره المنتزه فخلي بالك خلي بالك خلي بالك سؤال هاي ستاندرد اداره المنتزه بيحبوا الاسئله دي انا بحذرك بحذرك
خلي بالك. طيب بيقول لك ايه 3 اكس ماينس 5 از بوزيتيف. حلو ادي 3 اكس ماينس 5 ايكوال ايكوال مين؟ ايكوال 3 واي ماينس 5 اللي هي النيجاتيف ميجر بلس 360. ايوه مش احنا بنعمل النيجاتيف بلس 360؟ والله او المصحف دي كده بوزيتيف ميجر ودي كده نيجاتيف ميجر اهو. النيجاتيف ميجر بنعمل لها بلس كام؟ بنعمل لها بلس 360 يا زوز. حلو 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 كلام عظيم. طيب بص طيب هنعمل ايه هنا؟ ولا حاجه اهو. تبقى اولا الفايف هتروح مع الفايف. ليه؟ لان لو جبت دي هنا دي بالنيجاتيف هتيجي هنا بالايه؟ تجيب البوزيتيف هتروح كده كده. ايه اللي هيفضل؟ اللي هيفضل يا باشا 3 اكس ايكوال ايكوال مين؟ ايكوال 3 واي بلس 360. طيب كلام عظيم. دي بالبوزيتيف هنجيب دي بالايه؟ بالنيجاتيف. تبقى 3 اكس ماينس 3 واي ايكوال 360 هقسم على 3 ماشي. تبقى اكس ماينس واي 360 على 3 تطلع بكام؟ 120. يبقى الاجابه هنا ايه؟ سي. السؤال رقم 3 بيقول لك السؤال رقم 3 سيتا بلس 20 وهنا 2 سيتا ماينس 80 ار بوزيتيف اند نيجاتيف ميجر. حلو يبقى هقول سيتا بلس 20 ايكوال 2 سيتا ماينس 80 بلس 360. ده نيجاتيف ميجر وده بوزيتيف ميجر. طيب يبقى سيتا. طب حلو تعالى يبقى سيتا بلس 20 ايكوال 2 سيتا بلس دي اللي هي 280. حد يعرف يظبط السؤال ده؟ نعرف نظبطه عادي خالص. هنجيب السيتا مع السيتا ونجيب الارقام مع الارقام. هو بيقول لك ار بوزيتيف اند نيجاتيف ميجر. طيب عايز السيتا بكام؟ خلاص خلصت. هجيب دي هنا تبقى نيجاتيف سيتا ايكوال 280 شيل منها 20. طبعا دي بالبوزيتيف هتيجي هنا بالنيجاتيف، دي بالبوزيتيف هتروح هناك بالنيجاتيف، تبقى 260. حلو. دي 20 ماينس. انا عمال اقرا غلط يا اخي. وانت يا اخي يا اخي يا عليك واحد جاله والله العظيم ثلاثة. انا مش عارف جاله عمى الوان اقسم بالله. الواحد جاله عمى الوان والله العظيم. الواحد جاله عمى الوان الله يخرب بيوتكم. اهو هنا وانا عمال اقول حاجات وانت عمال بصصتي ولا بتقول لي اي حاجه ولا بتقول لي انت بتعمل ايه اللي بتعمله ده. هنا سيتا بلس 20 ده البوزيتيف ميجر ايكوال 20 ماينس 8 سيتا بلس 360 عشان دي النيجاتيف بنعمل لها بلس 360. ولا حد بيقول لي انت بتعمل ايه؟ سايبني. سيبه 20 هتروح مع 20 تبقى كام؟ عشان دي بالبوزيتيف لو جت هنا هتروح خلاص هيروحوا مع بعض. يبقى سيتا ايكوال نيجاتيف 8 سيتا بلس 360. هجيب دي هنا سيتا بلس 8 سيتا يبقى 9 سيتا ايكوال 360. تعرف تجيب سيتا الواحده؟ 360 على 9 تطلع السيتا الواحده بكام يا باشمهندس؟ بيقول لك ان ذا ارك ان ذا اوبزيت سنترال انجل 72 والراديوس ب 14. يا لهوي. طب يعني الاكس بكام؟ الاكس ب 72. الاكس بكام؟ ب 72 والراديوس ب 14. تعرف تجيب ال هو بيقول لك اف ذا ارك اوف ذا اوبزيت سنترال انجل كات فروم ذا سيركل يعني قطع ارك من السيركل. حلو يبقى ال ايكوال ار في سيتا راديان ار ب 14. طب سيتا راديان 72 تايمز باي اوفر 180 هتطلع ال ال بكام؟ اللينس اوف ارك هتطلع ب 28 على 5 باي دي ال ال. طب هو راح قايل لك ايه بقى؟ راح قايل لك خد اند بنت تو فورم سيركل يعني عمل منه سيركل تاني. هو قطع اللينس اوف ارك ده وراح عامل منه سيركل. طب عمل منه سيركل تاني عايز بقى الريديوس بتاعت السيركل اللي اتعملت. طب خلاص ادي عملت سيركل يبقى 2 باي ار ايكوال اللينس دي 2 باي ار دي السيركل الجديده اللي هو عملها. يبقى هو قطع حته والحته اللي قطعها دي راح عامل بيها سيركل.
طب الحته اللي قطعها دي اللي هي اللينس اوف ارك دي اللي هي كام؟ 28 على 5 باي. تعرف تحل؟ اعرف احل يعني. باي راحت مع باي يبقى 2 ار ب 28 اوفر 5. هودي دي هنا خلص 6 يا زوز. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2. برضو سؤال خرا. قصدي سؤال كويس. بص بيقول لك هنا سيركل الراديوس بتاعتها ام ماشي والراديوس ب 10 4 10 واللينس اوف اي بي لينس اوف ارك من 5 ل 6 يعني من 5 اوبن 5 اوبن و6 اوبن وادي هنا اللينس اوف ارك. طب اللينس اوف ارك هنجيبها ازاي؟ اللينس اوف ارك بتيجي ار في سيتا ريديان ار في سيتا ريديان تبقى 5 الراديوس ب 10 السيتا ريديان وهنا ب 6. طب السيتا ريديان هنجيبها ازاي؟ اكس اوفر 180 ايكوال سيتا ريديان على باي. تعرف تجيب السيتا ريديان هنجيبها ازاي؟ اكس تايمز باي اكس تايمز باي اوفر 180. طب انا عايز ايه؟ عايز الفاليو بتاعت الاكس تبقى كام؟ خلاص يبقى الفاليو بتاعت اكس هنجيبها ازاي؟ هودي ال 10 هنا بالديفايدد تبقى هاف. هودي ال 10 هنا بالديفايدد 6 ديفايدد 10 تطلع 3 على 5. وهنا اكس سوري وهنا اكس في كام؟ اكس في باي على 180. تعرف تجيب اكس؟ اعرف اجيب اكس تبقى 3 على 5 ديفايدد باي اوفر 180. وهنا هاف ديفايدد باي اوفر 180 هشوف دي هتطلع بكام وهشوف دي هتطلع بكام. هتطلع دي بالكالكليتر كده هتطلع دي بكام؟ ب 34.4 وهتطلع دي بالكالكليتر الناحيه الثانيه 28.6. يبقى الانجل بين ده وبين ده يعني الانجل بكام؟ بين 28.6 وبين 34.4 يعني الانجل ب 34. السؤال اللي بعديه حلو. السؤال اللي جاي ده بيقول لك ذا ريشيو بتوين ذا ميجر اوف كوادريلاترال 5 تو 4 تو 9 تو 6. حلو 5 تو 4 تو 9 تو 6 تعرف تجيب السم؟ ذا سم اوف كوادريلاترال السم بكام؟ 9 و 9 18 هتطلع 5 و 4 9 9 بلس 9 هتطلع كلها 24 واحط تحتيها 360. هو عايز ايه؟ عايز الميجر اوف سمولست. هنجيب الميجر اوف سمولست ازاي؟ لادي هنقول ايه 4 تايمز 360 اوفر 24 هتطلع الميجر رقم 3 هتطلع بكام؟ هتطلع بكام؟ هتطلع بكام؟ هتطلع ب 60. تعرف بقى تحول ال 60 دي؟ هتبقى اكس اوفر 180 ايكوال سيتا ريديان على باي. هنشيل اكس ونحط مكانها 60 يبقى 60 تايمز باي اوفر 180 كده طلعت سيتا ريديان هتطلع باي على 3. السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ ها؟ السؤال رقم 4 ذا بوزيتيف انجل. السؤال ده جامد عنيف. ذا بوزيتيف انجل اوف ميجر انجل بتوين اور هاند يعني عقرب الساعات اند مينت هاند وعقرب الثواني اكزاكتلي هاف باست 2. الله يعني ايه هاف باست 2؟ يعني الساعه 2 ونص. ادي الساعه ادي 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الساعة كام كلها؟ الساعة كلها 360. الساعة كلها كام؟ 360. طب السيركل يعني 360 على 12 عشان اطلع الاور الواحدة الساعة الواحدة 360 على 12 هتطلع ب 30 يعني الساعة الواحدة ب 30 يعني هنا 30 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 الساعة الواحدة بكام يا زوز؟ الساعة الواحدة ب 30 يا زوز. هو بيقول لك ال 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 العقرب واقف عند 2 ونص يعني كده 2 ونص. حلو هي 2 ونص دي هنا 30 الحتة دي 30 والحتة دي 30 والحتة دي 30 يبقى 90
30 و30 و30 يبقى 90، ودي كلها 30 يبقى دي 15 ودي 15، يبقى حولي 30 زائد 30 زائد 30 زائد 15. خلي بالك عشان السؤال ده هبد، سؤال جامد. هنا بيقول لك هاف باست 2 يعني ايه؟ يعني الساعه 2:30. الساعه 2:30 تبقى بين الاثنين وبين الثلاثه، ونص تبقى عند السته. اكيد تعرف تقرا الساعه، لو ما تعرفش تقرا الساعه ما تعلمش بقى اصلا، يعني تسيب التعليم وتشتغل ايه؟ تشتغل ساعتي ماشي اهو، منها تتعلم قرايه الساعه برضو. طيب السيركل كلها كام؟ 360 على 12 تبقى ب 30. طيب 30 اهو، 30 30 90، طب دي ب 30 تبقى الحته دي ب 15، هجمع دول هيطلع لك هنا الانجل. الانجل هتطلع بكام؟ 105. 30 و30 و30 ادي 90 و15 105. تعرف تحول؟ تبقى اكس اوفر 180 ايكوال سيتا راديان على باي. طب اكس بكام؟ اكس بكام؟ اكس ب 105، يبقى 105 اوفر 180 ايكوال سيتا راديان على باي. تعرف تجيب السيتا راديان يا مستر؟ اكيد يا مستر، 105 تايمز باي اوفر 180. انا اهم حاجه تفهم، عشان هو لو ما جابلكش الساعه 2:30 ممكن يجيب لك الساعه 2، يبقى لو جاب لك الساعه 2 هتبقى كده، هتبقى 30 و30 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 تبقى 120. طيب لكن هو قال الساعه 2:30، يعني العقرب بين الاثنين وبين الثلاثه، يعني 15 الحته دي و30 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 يعني 105. تعرف تحولها؟ 105 تايمز باي اوفر 180 هشوف هتطلع بكام. بيقول لك ايه في الهاي ستاندرد ليفل؟ اول سؤال خالص، اول سؤال بيقول لك اكس بار 2 بلس 1 ايكوال 0. السؤال ده مهم وجه في امتحان قبل كده، اداره شرق. اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 1، خلي بالك عشان ممكن يجي لك في امتحان الشهر. يبقى اكس ايكوال روت نيجاتيف 1، روت نيجاتيف 1 اللي هي بكام؟ باي. خلاص يعني ال ال ايكوال اي والام ايكوال اي. طب تعالى هنا، يعني اي بار 2018 بلس ال بار 2018 وام بار 2018، ال اللي هي اي وام اللي هي اي. طب 2018 تقبل على 4؟ لا. 2017 لا. 2016 تقبل، نزلت كام واحده؟ 2. وهنا نزلت كام واحده؟ 2. اي بار 2 بنيجاتيف 1 واي بار 2 بنيجاتيف 1، يبقى الاجابه نيجاتيف 2. يبقى تاني عشان السؤال ده هيجي لك في امتحان الشهر، هودي دي هنا تبقى نيجاتيف 1 روت نيجاتيف 1 باي، يبقى ال ال ايكوال اي والام ايكوال اي. شلت ال ال حطيت مكانها اي، شلت الام حطيت مكانها اي. اي بار 2018 ما تقبلش، هنزل 17 لا 16. يبقى هنا اي بار 2 اي بار 2 بنيجاتيف 1 واي بار 2 بنيجاتيف 1، يبقى الاجابه نيجاتيف 2. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم كام؟ 2. 1 بلس اي بار 2020، اخليها 1 بلس اي باور 2 باور 2010. ما هي 2 في 2010 ب 2020، هي دي كده لو حسبتها بالكالكوليتر لوحدها هتطلع 2 اي باور 2010. خلي بالك هي لو انا قلت نيجاتيف 2 اي باور 2010. ليه؟ لان ال 2010 دي ايفن، كده كده هتضيع النيجاتيف. صح؟ صح يا مستر. يبقى الاجابه هنا هتبقى 1 ماينس اي بار 2020. ليه؟ لان 1 ماينس اي بار 2020 هخليها 1 ماينس اي باور 2 باور 2010، الحته دي لوحدها نيجاتيف 2 اي بالكالكوليتر باور 2010. هي حلو جدا. السؤال اللي بعديه، كونجكت بتاع 2 بلس اي على نيجاتيف 1، دي كده 1 هي باور نيجاتيف 1، يعني اخليها 1 على 2 بلس اي. هضرب في الكونجكت عشان نظبط السؤال، تبقى 2 ماينس اي على 2 ماينس اي. يلا هضرب اللي فوق في اللي فوق تبقى 2 ماينس اي، اللي تحت في اللي تحت. 2 في 2 دول ديفرنس بتوين 2 سكوير، 2 في 2 ب 4، بوزيتيف في نيجاتيف في نيجاتيف، اي في اي اي سكوير، يبقى 2 ماينس اي اوفر 4 اي سكوير بنيجاتيف 1، يبقى 2 ماينس اي على 5. يعني من الاخر 2 ماينس اي على 5 ده الريزلت. انا عايز بقى الكونجكت، يبقى 2 بلس اي على 5. السؤال اللي بعديه، اي بار اي اي بار بي اي بار سي واي بار دي، وهو بيقول لك ان اي وبي وسي ودي ار 4 بوزيتيف كونسيكيوتيف. كونسيكيوتيف يعني ورا بعض، يعني اي بار 1 اي بار 2 اي بار 3
اي بار 4 ارقام ورا بعض اي باي اي بار 2 بنيجاتيف 1 اي بار 3 بنيجاتيف اي اي بار 4 1 1 هتروح مع نيجاتيف 1 واي هتروح مع نيجاتيف اي يبقى الاجابه كام 0. السؤال رقم 5 رقم 5 1 اي بلس اي بار 2 هو اول اربعه احنا لسه حليناها في اللي قبليها اول اربعه ب 0 خلاص هيبقى كل أربعة بزيرو اي بار 5 اي بار 6 اي بار 7 اي بار 8 ده رول كل أربعة مجموعهم بزيرو ليه اهو ليه كل أربعة مجموعهم بزيرو اهو تعال نحسب اي بار 5 ما تنفعش على الأربعة هنزلها تبقى اي بختصرها اي بار 6 ما تنفعش على الأربعة 5 ما تنفعش 4 نفعت نزلت 2 اي بار 7 بقت اي بار 3 اي بار 8 ب 1 طيب يبقى اي اي بار 2 بنيجاتيف 1 اي بار 3 بنيجاتيف اي 1 دي راحت مع دي ودي راحت مع دي يبقى الاربعه اللي بعد دول كمان بزيرو يبقى كل اربعه بكام بزيرو بقى الاجابه في الاخر كام زيرو. اخر سؤال في الهاي ستاندرد بيقول لك ايه اهو 1 ماينس اي مضروبه في 1 بلس اي سكوير مضروبه في 1 بلس اي بار 3 لغايه 1 بلس اي بار 100 فكك من كل ده هو بيلغوش عليك دي يا باشا خد دي 1 بلس هي اي بار 2 بكام بنيجاتيف 1 1 بلس نيجاتيف 1 بكام بزيرو زيرو هضربها في كل ده زيرو اما تضرب في كل ده هتطلع بكام يا باشمهندس بزيرو طبعا بيقول لك يبقى 2 روتس اوف ذا ايكويشن اكس بار 2 ماينس 2 روت 5 اكس بلس 1 ايكوال زيرو دول مالهم دول يا باشا هيطلعوا هطبق قانون بي بار 2 ماينس 4 اي سي بي بار 2 يعني نيجاتيف 2 روت 5 اول بار 2 4 في ايه لاب 1 في سي لاب 1 هحسب دي تبقى 20 ناقص 4 تطلع ب 16 اكبر من 0 يعني بوزيتيف يعني ريل بس خلي بالك ريل اند ايراشنال نمبر ليه ايراشنال؟ ايراشنال عشان هنا الميدل تيرم في كام؟ في 2 روت 5 يبقى ايه ريل اند ايه؟ ايراشنال نمبر بيقول لك ايه زي يونت سيركل هو ذا سنتر از هو اهو ادي سيركل وادي او بيقول لك هنا اهو اهو ادي بي ادي سي وادي الارك بي سي بيقول لك الارك بي سي اللينس بتاعه واحد على 3 باي طب عايزين مين عايزين الميجر بتاع بي سي انا لو جبت الميجر بتاع بي سي يبقى خلاص طالما جبت الميجر دي يبقى انا جبت الانجل دي طب الميجر كانت بتتجاب ازاي ارجع بقى للقانون ده القانون ده قانون مهم مهم جدا اللي هو ايه بقى اهو ميجر بي او سي ايكوال 1 على 3 باي اوفر 2 باي تايمز 360 اللينس اوفر 2 باي تايمز 360 هتطلع كام؟ هيطلع بي او سي الباي هتروح مع الباي هحسب دي هتطلع بي او سي ب 60 يبقى الميجر ب 60 يعني هنا سك 60 سك 60 اللي هي 1 على كوزاين 60 اللي هي هتطلع بكام؟ ب 2 السؤال اللي بعديه يبقى هنا عشان نجيب الميجر تاني عشان نجيب الميجر بنعمل ايه؟ بنعمل اللي هو مديهولك اللي هو اللينس اوفر 2 باي تايمز كام؟ 360. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 2 بيقول لك ايه ذا جريتست اكيوت انجل؟ حلو ادي ايه؟ ادي الجريتست اكيوت انجل طبعا ده رايت انجل ترينجل ليه بقى؟ ليه رسمت رايت انجل ترينجل؟ عشان 5 بار 2 بلس 12 بار 2 هيدينا مين؟ 13 بار 2 يبقى ده رايت انجل ودي الكبيره طالما دي الكبيره طبعا الهيبوتنس هنا ب 13 طالما دي الكبيره طالما هو قال دي الكبيره يبقى في وشها السايد الكبير 12 ودي 5 طيب يبقى ده رايت انجل ليه؟ عشان 5 بار 2 بلس 12 بار 2 تحت الروت هيديني 13 ال 13 دي هيبوتنس طب ال 12 دي اللي في وش الايه عشان هو قال لك ان الايه جريتست طالما قال لك ان الايه جريتست يبقى في وشها اكبر سايد طب هو عايز مين عايز كوتان ايه سهله مستر الكوتان التان بتبقى اوبزيت على ادجيسنت يبقى الكوتان ادجيسنت على اوبزيت يعني كام على كام 5 على 12 يعني الاجابه
سي. السؤال اللي بعديه بيقول لك هنا in the side of the right angle triangle ها A B C right angle triangle A B C. حلو ادي B ودي A ودي C او هنا A وهنا C مش هتفرق. بيقول لك B C is the smallest side B C the smallest. طب هو مين ال greatest؟ ده ال greatest اللي هو X plus 1 يبقى ده الهايبوتنس. ومين اللي smallest x minus 7 ده اكيد اقل حاجه والتاني وهنا x. طيب انا عايز اجيب الاكس بكام؟ طيب هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز سيك ايه؟ ما انا لو جبت الاكس هعرف اجيب السيك. طيب يبقى اللي smallest بي سي ذا smallest اللي هو x minus 7 اصغر حاجه. مين الجريتست؟ x بلس 1 بالعقل اهو. طيب هنعمل ايه؟ x بار 2 بلس x minus 7 all بار 2 ده بار 2 بلس ده بار 2 ايكوال اكس بلس 1 اول بار 2. تعرف تفك دي بقى اكس بار 2 بلس. تعرف تفك البراكت هنا اكس بار 2 49 هضرب ده في ده في 2 نيجاتيف 14 اكس ايكوال. تعرف تفك دي اكس بار 2 هنا 1 هضرب ده في ده في 2 تبقى 2 اكس. طيب اكس بار 2 هتروح مع اكس بار 2 يبقى x بار 2 ماينس 14 x بلس 49 ايكوال 2 x بلس 1. هندخل ال 2 x جوه يبقى x بار 2 دي بالبوستيف تدخل جوه بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 16 x 49 هنعملها ماينس 1 49 ماينس 1 تبقى 48 كل الكلام ده ايكوال 0. مود 5 3 هيطلع لك ال x مود 5 3 هتطلع الاكس هتطلع الاكس يا باشمهندس الاكس يا باشمهندس الاكس يا باشمهندس هتطلع الاكس يا باشمهندس بكام؟ هتطلع الاكس يا باشمهندس ب 12 هتطلع الاكس ب 12 والاكس 4 دي ريفيوزد. ليه ريفيوزد؟ عشان 4 ماينس 7 هيديني نيجاتيف. طيب يبقى الاكس ب 12 يبقى دي ب 12 ودي 12 1 13 ودي 12 ناقص 7 تبقى 5. عايز مين هو؟ عايز السك. السك عكس الكوزين. طب الكوزين ادجيسنت على هايبوتنس يعني 12 اوفر 13 يبقى السك 13 اوفر 12. السؤال رقم 4 حلو قوي السؤال ده. بيقول لك ايه؟ كوتان اكس. طب هي الاكس اهي الكوتان دي اوبزيت طبعا هنصغر الخط شويه دي اوبزيت ودي هايبوتنس ودي ادجيسنت. الكوتان هتبقى كام على كام؟ كوتان اكس هتبقى ادجيسنت على اوبزيت يعني كام على كام؟ هو ده كام مربع؟ واحد. وده كام مربع؟ واحد. يبقى كام على كام؟ واحد على واحد بلس كوتان واي. كوتان واي ادجيسنت على اوبزيت. اوبزيت اللي هو كام مربع؟ اوبزيت اللي هو مربع ومربع مربعين يبقى ادجيسنت على اوبزيت يعني 1 اوفر 2. طب كوتان زد كم مربع؟ 1 2 3 وهنا مربع 1 يبقى 1 على 3 يبقى 1 اوفر 1 بلس 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 3 تطلع كام على كام؟ 11 على 6. السؤال اللي بعديه تان اكس. طب هي التان التان ايه على ايه؟ اوبزيت على ادجيسنت. ادي الاكس اهي سوري الاكس اهي التان اوبزيت على ادجيسنت يعني ايه اوبزيت على ادجيسنت؟ اوبزيت على ادجيسنت يعني ايه؟ اهو اوبزيت على ادجيسنت. طب دي اكس يبقى دي اكس برضو زيها ليه؟ الترنيت. اوبزيت كم مربع؟ انا بتكلم دلوقتي في الترينجل ده كم مربع؟ 3 مربعات. على ادجيسنت كم مربع؟ 2 يبقى تان اكس 3 على 2. طب كوتان واي الواي اهي الكوتان في الترينجل ده الكوتان الكوتان هتبقى ايه على ايه؟ ادجيسنت على اوبزيت يعني كام على كام؟ ادجيسنت اللي هو 1 على اوبزيت اللي هو 4 يبقى 1 اوفر 4 واشوف الاجابه بكام. السؤال رقم 6 السؤال ده مهم جدا 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 ايه هو؟ النقطه دي 0 0
ماشي. انا هوصل الترينجل بقى. الترينجل اسمه ايه؟ او اي بي. تعرف تجيب او اي؟ تعرف تجيب او بي؟ تعرف تجيب اي بي؟ اه. هجيبها ازاي؟ بالديستنس. كان في قانون كده اخدتوه في تالتة اعدادي اسمه الديستنس. ايه هو؟ اللي هو روت، مش عارف فاكره ولا لا، لو مش فاكره اكتبه لو سمحت. اكس ماينس 1 بار 2 واي 1 ماينس واي 2 اول بار 2. يعني كام؟ يلا، يعني 1 ماينس 0 بلس روت 3 ماينس 0 اول بار 2 تطلع ب 2. تاني واحده روت 3 ماينس 0 بلس نيجاتيف 1 ماينس 0 اول بار 2 تطلع ب 2. تالت واحده 1 ماينس نيجاتيف 1 بلس روت 3 ماينس روت 3 اول بارت وتطلع ب 2. التلاته قد بعض، يبقى الترينجل ده بايكواليترال، يبقى الانجل ب 60 يبقى كوتان 60. كوتان 60 يعني 1 على تان 60. اشوفها بكام؟ هتطلع بروت 3. السؤال اللي بعديه بيقول لك هنا او بي، هو بيقول لك ان هو يونت سيركل. السؤال ده برضو مهم. يونت سيركل يعني الحته دي بواحد والراديوس ده بواحد. طب هو عايز او بي. او بي حلو، اللي هو الهايبوتنس. ده اوبزيت وده ادجي، هايبوتنس وده ادجيسنت. طيب خلاص، هنعمل ايه؟ هعمل ساين او كوزاين عشان عايز الهايبوتنس. هعمل ايه؟ هعمل كوزاين سيتا. كوزاين سيتا اللي هي مين على مين؟ ادجيسنت على هايبوتنس. ادجيسنت اللي هو 1، هايبوتنس اللي هو او بي. حلو، هنعمل كريس كروس. يبقى او بي، بص هقلب دي، اخلي دي او بي على واحد، واخلي دي فوق ودي تحت، يبقى واحد على كوزاين. يعني او بي واحد على كوزاين اللي هي مين؟ سك سيتا. يبقى الاجابه هنا سك. السؤال اللي بعديه بي سي. بي سي، طب احنا قلنا ان او بي كلها سك، والحته دي عشان راديوس واحد. طب انا عايز بي سي، هتبقى سك سيتا ماينس كام؟ ماينس 1. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه عايز الاريا بتاعت اي بي او، الاريا بتاعت الترينجل ده. طب الاريا بتاعت الترينجل ده هاف في بيز. بيز اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو او اي. في هايت، في هايت اللي هو مين؟ اي بي. يبقى هاف في او اي اللي هي بواحد في اي بي. طب لو انا جبت تان، تان سيتا تبقى كام على كام؟ اوبزيت اللي هو اي بي على ادجيسنت اللي هو واحد. اه يعني اي بي من الاخر ممكن اشيلها واحط مكانها كام؟ تان. هاف تايمز 1 تايمز تان تبقى هاف تان سيتا. هنا التان سيتا تاني اهو، التان سيتا تاني ايكوال ايه؟ اوبزيت على ادجيسنت، يعني او اي بي على كام؟ على 1. السؤال اللي بعديه، طبعا سؤال جامد ده، ده سؤال شديد شويه. طبعا بيقول لك تان سيتا 4 3. طب هي سيتا هنا، سيتا دي ايكوال الميجر دي بلس الميجر دي. ليه؟ عشان احنا وانت في اعدادي كان يجي يقول لك الميجر اوف اكستيريور ايكوال السم اوف تو انتيريور. اه يعني سيتا ايكوال اي بلس سي. حلو، جامد السؤال ده، جامد. طب اذا كان اي وسي قد بعض، اه يعني سيتا ايكوال 2 سي، اشيل ايه واحط مكانها سي عادي، سي بلس سي يبقى 2 سي، يبقى سي لوحدها سيتا على 2. كلام عظيم، والله العظيم كلام جامد. طيب يبقى سيتا لوحدها 3 على 2. طب حلو، هو بيقول لك تان الانجل سيتا دي هنا 4، التان بتبقى اوبزيت على ادجيسنت، اوبزيت على ادجيسنت 4 وهنا 3. تعرف تجيب دي؟ اه 5 طبعا، طبعا 5. طيب بالبايسيجرس، طب وده قد ده، يبقى الحته دي برضو ب 5. كلام عظيم. عايز كوتان سيتا على 2، مش الانجل دي احنا قلنا ان هي سيتا على 2؟ اه مش احنا قلنا ان ميجر سي ايكوال سيتا على 2؟ اه. الكوتان بتبقى ايه؟ التان بتبقى اوبزيت على ادجيسنت، يبقى الكوتان ادجيسنت على اوبزيت، يعني 5 بلس 3 على اوبزيت اللي هي 4. هتطلع الاجابه بكام يا باشمهندس؟ ب 2. السؤال
اللي بعديه. السؤال رقم كام؟ هنا بيقول لك y equal to x. y equal كام x؟ y equal to x. طب انا عندي اصلا الايكويشن بيقول لك ان y equal mx plus c. اخدناها قبل كده، دي الايكويشن اوف ستريت لاين، y equal mx plus c. طب m دي اللي هي مين؟ m دي اللي هي السلوب، اخدناها في اعدادي. السلوب اللي هي تان سيتا. يعني من الاخر تان سيتا باتنين. حلو حلو، هرسم الترينجل. ادي السيتا، اوبزيت هايبوتنس ادجيسنت، التان باتنين، التان اللي هي اوبزيت على ادجيسنت يعني اتنين على واحد. تعرف تجيب الهايبوتنس روت 2 بار 2 بلس 1 بار 2 يعني روت 5. كلام عظيم. هو عايز الساين سيتا، عايز الساين سيتا هتبقى اوبزيت على هايبوتنس يعني كام على كام؟ 2 اوفر روت 5. بيقول لك عطيلك نص سيركل كده، هنكمل السيركل ونوصل دي دي اكس وهنا اكس، ودي طبعا عشان راديوس هتبقى دي كمان 2 اكس. طب دي نقطة التلاقي، يبقى حول اكس في دي كلها اللي هي 3 اكس، اكس في دي كلها اللي هي 3 اكس ايكوال الحتة دي اللي هي 8 في 3. 3 هتروح مع 3 يبقى اكس باور 2 ب 8، يبقى الاكس ايكوال روت 8 هتطلع ب 2 روت 2. خلصت. هو عايز ام اي هتطلع ب 2 روت 2. السؤال اللي بعديه، ده سؤال عنيف 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 عنيف. دي ب اكس ودي ب اكس فرضتها. طب والرديوس الدايمتر كله ب 12، يبقى الحته دي ب 6. طول دي كده كمان، دي كلها من هنا لهنا ب 6. طب دي اكس يبقى الحته دي 6 ناقص اكس. طيب كلام عظيم. تعال نطبق القانون. فين نقطه التلاقي؟ هنا. يبقى حول ايه؟ الحته دي في الحته دي ايكوال الحته دي اللي هي اكس بلس 1 في الحته دي، يبقى حول اكس مضروبه في اكس بلس 1 ايكوال 6 بلس اكس مضروبه في 6 ماينس اكس. طيب اكس في اكس تبقى اكس باور 2 بلس اكس، 6 في 6 ب 36، بص في نيجاتيف نيجاتيف اكس سكوير، هجيب دي هنا يبقى 2 اكس سكوير بلس اكس، دي بالبوزيتيف تدخل جواب النيجاتيف ايكوال 0. تعرف تجيب اكس. السؤال رقم 2، هتطلع الاكس بكام؟ هتطلع الاكس بكام؟ ب 4. هيطلع الاكس ب 4. هو عايز ايه بقى؟ عايز اي بي كلها، دي ب 4 ودي 4 1 يعني 5، يبقى 4 و5 كلها كام يا باشمهندس؟ 9 سنتيمتر.